مساء الخير، مساء الفن، الأحباب اللي كيتبعوا معنا سهرتنا اللي هي سهرة أسبوعية، واللي هي سهرة كنحاولوا نختاروا لكم منها مجموعة من الفنانين اللي كيدوزوا معنا في البلاطو. هاد الليلة هي ليلة متميزة بامتياز كبير جدا. هاد الليلة كيحضر معنا هرم، وكيحضر معنا أستاذ كبير أكيد كلكم كتعرفوه، وأكيد عنده عشاقه كتار. اليوم احنا كنرحبوا بفنان اللي جزرنا في بروكسل، وحنا سعداء أنه يكون ضيف سهرة السبت لهاد الليلة هادي. إنه الفنان العملاق الكبير الهرم حاج يونس. مساء الخير ومرحبا بك. مساء النور. هذا نهار كبير هذا. مساء النور. أنا اللي كنقول وهو أنا الأسعد، وأنا من له الشرف لحضور هذه الجلسة الكريمة. وأنا حقيقة يعني إلا كنقول خذ كيرجع يعني الفضل للدكتور يعني ديالنا السي المهدي طريب اللي كان هو السبب باش نكون معكم. تحية لي وشكرا لي بزاف. فأنا أولا من ضمن يعني فأتغفر يعني المنبر كنحيي الجمهور يعني المستمعين ديالك اللي هما كنقول مستمع ديكم هو انصار كاسي شاطير واشكر يعني اذاعه يعني أرابيل. اللي كنقول ارابيل اللي استضفتني، وحقيقه انا حسيت براسي انا ضيف يعني مدلع معكم هنايا. العكس، انت عندك مكانه كبيره عند الجمهور ديالك سواء داخل المغرب او خارج المغرب، ولكن الحاجه اللي ربما ما كيعرفوهاش بزاف الناس كيقولوا حاج يونس فاسي. فاسي آه. هي لو يقولوا حاج يونس مغربي لان مغربي. انا كنقول لا فرق بين فاسي وبين امازيغي وما بين تاش الحيت. الحمد لله حنايا حتى نكون فاسي او امازيغي كيبقى انا ضد الفكره، لان الدم ديالنا اختلط مع بعض. الدم ديالنا اختلط بالامازيغ، الدم ديالنا اختلط بالبدو، الدو ديالنا اختلط يعني بالعروبيه كما كنقول. وانا انا عروبي يعني، ولكن انا ادريسي. انا الاسم الحقيقي ديالي الادريسي الرياحي يونس مولاي محمد بن سيدي محمد بن مولاي عني بن مولاي المكي بن مولاي صالح، هذا الى يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. والمرحوم قيد حياتي والدي كان هو نقيب شرفاء الادريسات الشويه. انا حريزي يعني يعني عروبي، واحنا كنا مغربي. زيادة والخلوق في كذا في الدار البيضاء فينا بلاصة بالضبط. انا تزدت في كاريك كارتيه مارتيني يعني حدا الحبوس. يعني جنب يعني كان جوج من اشهر الثانويات اللي كانوا في الدار البيضاء في جنب مدرسة الامام القسطلاني. تمام، جميل جدا. تما فين خلقتي؟ تما خلقت، ولكن دوزت واحد المرحله ديال الطفوله ديالي والدراسه ديالي الابتدائي. المرحوم والدي كان يعني كان هارب في عهد الحمايه، وكان هارب برشيد، وبالضبط ماشي برشيد، جمعيه رياح واحد 20 مدينه باش بعيده على برشيد. فاش كان مدرك ما بين بن حمد ما عندي ما نسالك. هو انا ولد المنطقه، ما عندي ما نسالك. سبحان الله. فقلت لك مشيت درت الدراسه ديالي الابتدائيه في برشيد، وصلت للثانوي عاود رجعت للدار البيضاء هي فاش درت الدراسه ديالي الموسيقى وكملت الدراسه ديالي الثانويه. طبعا اللي ما كيعرفش الحاج يونس، وربما يمكن اليوم نتكلموا عليه ولو باختصار، يعني أن طفولتك ما كانتش سهلة، كان عندك واحد الوليد قبيح شوية كان صارم معك. هي حنا كنقولوا دابا حنا يعني الناس الدوموناج اللي عندهم سن، الوليد ديالي كان الوالدين كلهم كانوا كيخافوا على أولادهم. يعني كانت الموسيقى عيب، كانت الموسيقى وكرة القدم كانت عيب عندنا حنا في العروبية. لما كيلقى واحد كيلعب كرة قدم كيجي عند الأب ذاك الطفل كيقول له يهمس له في اذنيه وكيقول له عندك لقيت ولدك يلعب الكره. يعني كانت بالنسبه كجريمه. انا الموسيقى رغم ان الاب ديالي الله يرحمه كان يحب الموسيقى، يعني كان يعشق الموسيقى الى درجه يعني ما عندها ما لها قياس، ولكن كان كيخبي عليا. وكان صارم معك في هذه المساله. وحقيقه كان صارم كان صعيب، ولكن
باش نعرف على كان صعيب يعني حتى هما عندهم الاسلوب ديال التربيه ديالهم ديال والدينا كانت هكذاك يعني عندهم كانوا كيطبقون العصا لمن عصى والعصا للتربيه كيقول لك العصا كتربي هادشي اللي كاين. فقلت لك الدليل على ان الاب ديالي الله يرحمه كان خايف عليا باش ما نخرجش الطريق وباش 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 اول اله صنعها لي انا نزيل في مستشفى امراض العقليه والاب ديالي الله يرحمه كان نزيل كان 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 موظف في مستشفى امراض العقليه. وانت كنتي كتدخل تما؟ ايه حيت كانوا حيت كان هذاك لوبيتال نورو بسيكاتريك ديال برشيد على فوق. شحال كان في عمرك؟ سبع سنين 8 9 10 11 12 13 دوزت يعني اول سنه قريتها في برشيد. فقلت لك هذاك برشيد كان احسن مستشفى مرض العقليه في العالم بحيث النزلاء كانوا يلتحقون به يعني من جميع قاره العالم كانوا كيجوا من اسيا ومن استراليا ومن امريكا ومن هذا كانوا كيجوا نزلاء تما. كان ذاك الزمان كانوا باقي الاطباء كلهم اجانب ما كانوش كان مغاربه يعني ايه كانت اي واحد كان يهضر معاه كنقول له هذا خصو برشيد ايه خصو برشيد اذا دليل على ان خصو يداو برشيد يعني وذاك الوقت برشيد كان يعني كان عنده شهره ومن تما يعني استلهمتي او كما قلتي واحد من النزلاء هو اللي صنع لي اول اله اللي كتسمى كزيلوفون. حنا في ذاك الوقت كنت ما عارفاش شنو هي كزيلوفون. عباره كاين كزيلوفون فيبرافون فيها حديدات وكيضربوا كيضربوا باله يعني كتضربوا بواحد حديده او معلقه او باش ما كان باش كتضربها. كنتي مشيتي تقدمتي بها وكان شي استاذ قال لك اولدي راه ماشي هي السي احمد البداوي الله يرحمه. السي احمد البداوي انا كيما قلتي بغيت نرجع لهذ الاله ديال كزيلوفون. هاد الكزيلوفون اخي ما شاء الله لك رجعتني ايام يعني حقيقه ذكريات ذكريات جميله. وليت كندير ديك الاله وليت في برشيد كان كيستدعيني باشا مدينه برشيد الله يرحمه مولاي الطال العلوي باش نعزف قدامه. وكان اول مره غادي ندوز في التلفزيون كان في سنه 1962 اللي كان اول دستور ديال المغرب كان بدا. ومشيت لعين الشق وديت هذيك الاله ديالي الصغيره وقلت شكون اللي كان انا ذاك مدير التلفزيون الله يرحمه السي محمد الزياني. السي محمد الزياني وكانت اداره التلفزيون كانت في عين الشق وكان النائب ديالو الله يرحمه السي محمد حسن رامي. ما شاء الله ايه هذوك الناس اللي كانوا طبعا فنانين كبار. قلت له الله يخليك وانا باقي صغير بغيت ندوز التلفزيون ولكن انا اصبحت هنا لا جو سوي ديجا يعني ادوليسون وصلت للسن ديال المراهقه. قلت لي بغيت ندوز بهذا البيانو في التلفزيون. قال لي اش بيانو كيشوف سي محمد الزياني يعني هذا الحدث وكانه بالامس. ديت جبت ديك الاله كزيلوفون جبتها من تحت مني بديت كنعس بها. شنو كنعس بها؟ يلاه خرجت محليه فرانو. يلاه خرجت الاغنيه ديال محليه فرانو ديال ابراهيم العالمي الله يرحمه. بديت كنعزفها. سي محمد الزياني دار واحد الحركه يعني واحد الحركه في سي محمد حسن رامي الله يرحم الله يرحمهم جوج. دابا قال لي هذه راه سيتي بروميير بالنسبه لينا. قال لي واش كديك باقي كنقرا؟ قال لي نهار السبت غادي يجي تصور. قلت له هذا السبت ديال بعد غدا. قال لي بعد غدا ان شاء الله غادي تصور. جي لعبت وجي مقدر غادي الساعه ديك الساعه ما كانش كان كلشي ديريكت ما كانش اي ما كان دير التسجيل. ودازت ملي شكون غادي يكون اتذكر كان فنان الله يرحمه السي احمد البيضاوي. قال لي شنو؟ قلت له كندير البيانو. وانا نوري قال لي لا ولدي ما سموش البيانو اسمه الكزيلوفون. هادي هنا غتعرف على الاسم من تما غادي لقيت كلمه تسميه كزيلوفون. قلت لك الموسيقى قلتي واحد الكلمه حتى ما تخطاش واحد ما نديرش ان بون واحد السؤال كنتي سولتي على هذا. موسيقى باش كيديرها خاص كيكون سبب معاناه ديالي اللي كنت انا وهو انا كنت عايش مع الاب ديالي وكنت ما كنتش عايش مع الام ديالي. هذا وهذا الحرمان كيخليك كيعطيك واحد كيدق لك واحد الابره اللي هي كتخليك يعني عايش مع الاب ديالي ومع مراته وهي الله يرحمها كانت شويه صعبه. كيقولوا مرت الاب كانت شويه صعبه جدا. كانوا واعرين مع اولاد رجالهم. هذيك المعاناه وذاك الحرمان ديال الام وذاك هذا كنت كنقرب الموسيقى اكثر. كانت هي اللي كتعالجني وهي اللي كتشافيني وهي اللي كان نعزف. شحال دام هذا الشيء حاج يونس؟ شحال دام؟ يا الله دام سيدي من قول من 58
64. كما كيقولوا دائما ان شي هرم اكيد انه كيخرج من رحم المعاناة. نعم. واكيد ان دائما ملي كتشوف شي فنان كبير شي هرم كبير كيوصل وكيولي وصل الهدف ديالو انه داز من رحم المعاناة. ولكن بغيت نرجع انا لصندوق الزيت. انا كي درتي مع صندوق الزيت هذا اول جائزه ديالك اللي ربحتي. لا دابا كتربط العلاقه ديال اللي قلتي كانت الصعوبه ديال الوريد صعوبات عارف دوك الكندوك ديال المقاومه دوك المسائل كان عندهم شي شويش ديال الخشونه كان كان عندنا شركه ديال الزيوت كيديروا التلفزيون كيديروا السينمات كيديروا السينما ديالنا كيديروا جولات ودورات في المدن ومدن الصغرى. كنمشي يا سيدي وطلبت باش ندوز في ذاك اللي كان في اون بلان اير اون بلان اير وكندوز ديك الاله قلت لهم دوز دست ملي دست عجبتهم ربحت صندوق ديال الزيت. هذا هو كان هو اول مع الوالد انا هي اللي غتقول اول مره كنربح صندوق ديال الزيت. هذا هو كان هو اول اجر ديالي في الموسيقى. ذاك الصندوق ديال الزيت يعني كنقول كي غادي ندير عطاني صندوق ديال الزيت. مشيت كنمشي للدار كنتفكر كان والله الاب ديالي الله يرحمه كنتفكر كان كيصلي سلم كان كيصلي العشاء القلب ديالك كيضرب وانا كيضرب فرحه وخوف ذاك ليموسيون ديال ملي سلم وانا نقول له سيدي راني ربحت صندوق ديال الزيت. هو با ما كنقول له سيدي كنقول له سيدي الله عندنا احترام قلت له سيدي راني ربحت واحد الصندوق ديال الزيت. قال لي كيف ربحت الصندوق ديال الزيت بعدا فين كنتي بعدا قلت له سيدي اللي كاين وهاللي كاين كنحكي ليه راه تسب ديك الاله وراه ربح الصندوق ديال الزيت. قال لي قلت له ها هو يعني دار فيا واحد الشوفه واحد الابتسامه ديك الابتسامه كانت يعني داخليه يعني ما خرجاش خلى الداخل يعني كانه كيقول لي يعني كيف كيقول سيدي محمد الله يرحمه اذا الموسيقى تكون هي المصير ديالك ديك الشوفه اللي فيها داك كيقول لك كيكون داك الجواب في الصمت زعما صافي مشيتي للموسيقى طبع لك ولو بصمت ما طبعش ليا لا ماشي ما طبعش ليا شعر على ان ابنه راه غادي يكون في غادي يكون يعني مستقبله في الموسيقى. قبل ما الحديث معك شيق وشيق جدا استاذي الكبير ولكن بغينا نقترحوا على المستمعين ومن اختيارك بطبيعه الحال من ذوقك اننا نسمعوا القطعه الاولى في هذه السهره الفنيه. طبعا احنا كنا كتعرف الاغنيه المغربيه فين واصله ما شاء الله فين وصلت يعني منذ القدم وكنتمنى عندي صديقي الله يرحمه المرحوم يعني تكون رحمة ديالو من هنا من عاصمة بلجيكا بروكسل يعني أي حاجة ديال سيدي محمد الحياني كنتمنى نسمعها لأن كل قطاع بدون استثناء كلها طرب وكلها يعني يبقى الاختيار لنا نخليكم الاختيار لأن ما كاينش شي حاجة اللي غادا ما عندوش شي حاجة حسب الحدا أو ما عندوش قطعة أقل من قطعة. وحنا كذلك بدورنا غادي نختاروا قصيدة أشواق. الله قصة الأشواق يا الله نمشيو نسمعوها نمشيو نسمعوها ثم نعود مستمعي الكرام.
بردنا نامل بحضنك لا على الأفا. الشمس لو ضربت على أبراجنا نامل بحضنك لا على الأفا. وإذا صاحت وإذا صاحت غنت لأنامك أهدت لصدرك قبلة الإشراق رقراق. رقراق
داري في أرضي. فتح عيون الزهر والأوراق، خضب شفاء السحر في إذن مستمعي الكرام، نعود وبالأنامل الذهبية لفناننا والأستاذ الكبير سي حاج يونس، نسمعهم قطع.
يا سلام، شنو كتعني الحاج يونس آلة العود؟ هذا آلة العود كان وقع لي في مشكل مع الزوجة ديالي، لأن دائما كنقول نصف الثاني وكتقول لك وأنا فين كاين؟ يعني عندك الدرة في الدار دابا، عامل الدرة دائما أقول العود كاين آلة العود نصف الثاني، إذا أين مكان زوجتي؟ يعني وفعلا يعني فعلا يعني كتغير العود كتغير يعني الكل، يعني العود يعني لما كنتكلم عن العود اتكلم عن حبيب، اتكلم عن صديق، اتكلم عن على واحد الزوجه كتغير من لا كت لا 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 تغير لا لا الضحك يعني في البساطه، لانها تحب العود. العود كيعني لي اي حاجه جميله على الكون، يرافقك في كل مكان. انا قرت نفسي الثاني، انا لما اعطي عروض اول حاجه كندير اقبلها آلة، لأنها تستاهل تبوسها. يا سلام. يا سلام. تبوسها لأن العود شي كتير. العود إيه. العود. هاد العود. الحوار معه كيعرفك وش حزين كيمشي معك، كيعرفك وش فرحان كيمشي معك، كيعرفك هو اللي عمره ما يخونك وعمره ما يغدرك. عز الصديق. عز الصديق. هاد العود هذا وهاد العشق الكبير خلاه يوضعك في مكان نهار 23 غشت عام 1983 في مقام عالي يا اخي، ادخلك اللي سي شاطير. يعني انا جالس مع واحد اللي يعني في الحقيقه انا نقدر نقول لك نقدر نسمح الراسي على انك تجي هنا وتجو في اسمي في مكاني. 23 غشت يعني حقيقه يعني تاريخ ما يتنساش، من اكبر يعني أكبر حدث وقع لي في حياتي هو يوم 23، هو يوم تسليمي لآلة العود الذهبي بين لدي الكريمتين لصاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله، وكان معه هذيك الساعة آنذاك الملك فهد الملك خالد عبد الله بن عبد العزيز، كان آنذاك وليا للعهد. هذاك النهار ما يتنساش ليا باش يهديك ملك عود الذهبي، فهذا شيء ما يتنساش. وهذاك التاريخ يعني كان سبب باش يعطي تعليمته المغفور له الحسن الثاني لدار السكه باش تطبع آلة العود على الورقه النقديه من فئه 10 ديال الدراهم، وكان ذلك بعد 6 اشهر من تسليم آلة العود. اذا انت مدين لهذا العود، يعني شيء طبيعي انك تكون كتعشق استاذ شاطير. هذا العود خلاني نشوف 42 دوله في العالم. نعم. الناس إلا مشاو لكمبوج باش يحاربوا، أنا ديت آلتي لكمبوج لتنومبين. الناس إلا مشاو لفيتنام باش يحاربوا، أنا ديت عودي لهانوي. عملت الهند بعض المرات مع أكبر فرق موسيقية، عملت تايلاند، عملت سنغافور، عملت الصين، عملت هونغ كونغ، عملت ماكاو، عملت اندونيسيا اكبر الجوائز. عملت هنا انا كنتكلموا على بالنسبه لاسيا، يعني ماشي كنقولوا اوروبا في جنبي، كاين الدول اللي مشيت ليهم 60 مره، مثلا امريكا. انا عندي درجه سفير الثقافه المغربيه بالولايات المتحده، واستقبلت على اثر ذلك من طرف مستشاره رئيس الولايات المتحده، وخذيت سفير الثقافه المغربيه بالولايات المتحده. الحاجه الثانيه ونفس الشيء، انا سفير الثقافه المغربيه بالبرازيل، يعني وخديت هذه الدرجه ديال سفير، يعني في بيت في مقر سفاره الجامعه العربيه بحضور السفراء المعتمدين. فهذا ثم هذا العود عطاني باش ناخذ في سنه 2000، كان اكبر يعني ثاني حدث بعد العود الذهبي ديال الملك، وهو تم اختياري سنه 2000 واستدعيت على اثر ذلك لمقر هيئه الامم المتحده بنيويورك، وخديت اختاريت وخديت اكبر وسام
وتختلف في العالم. إذا كانت الصين فيها الملايا السكان ولا فيها ملايا السكان هذا، فالمغرب هو اللي كان يعني باسم الحاج يونس خديت أعلى وسام، وسام الثقافة لأجل السلام، خديته من مقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك بحضور يعني لا بريزونس دي غران ريكتور دي غران يونيفرسيتي ديال أمريكا، وبحضور الله يرحمه الدكتور عبد الهادي التازي اللي حضر معايا، وبحضور عالم العالم النازا الفضاء يعني فاروق الباز وعلماء كبار، وخديت هذا. ثم عندي سبق لي تكريم بجامعة جورجتاون بواشنطن، ثم وسام كبير جدا كيتسمى وسام دو فيرمي تعطاني في باريس، وهاد المؤسسة التابعة لاكاديمي فرونسيز كتسمى هادي ديال الوسام ديال الناس لي فالور اوزوم دو فالور دو موند اسمو ميداي دو فيرمي. فالاوسيمه الحمد لله راني بفضل هاد الاله اللي انا نشوف كيفاش كنهضر معك كيفاش حاضنها وكأنني حاضن طفل. اكيد هذا عشق كبير بينك وبين اله العود اللي حقيقه قلت فتحت لك واحد العدد من الابواب وخلتك كذلك لك مكانه كبيره في قلوب العشاق ديالك ومحبيك، وعشاقك ومحبيك كيعاودوا يقترحوا او كيطلبوا اقتراح ثاني اغنيه ثانيه من الذوق ديالك. لا باس ناخذ واحد الهرام مغربي، هرام يعني كيف كنقول حنا زلنا كنتكلموا شكون اللي باقي في الحي، باقي في الحياه. الحمد لله اللي نعمنا الله بواحد الفنان كبير اسمه عبد الله التكالي. عبد الله التكالي يعني اعتبر الا كان الملحنين كانوا يلحنون الجمل، عبد الوهاب التكالي عميد حقيقه. عبد الله التكالي ما كانش كيلحن الجمله، كان يلحن الحرف. انا مسميه ملحن تشكيلي لان كان لما يلحن يعني لما يغني كتلافت كتشعر الكلمات كتصوير كيصور لك اللحن. انا كنسمع قطعه كنموت عليها من ماشي بوحدها، كنقول لك كل قطاع عبد الله التكالي من اللي بدا من بدايته الى الان يا كان يا مكان. شوف داك التصور لا باس نصور صور. شوف مثلا هذيك ديال كيقول شوف التصوير ديال تتتن كيبرك الخيل غدا، هذا خطير باش يقول. شوف ثاني واحد الكلمه اللي ما كيتنتبهوش ليها الناس وهي كيقول على جواد وكان كيقول بغي نخز لكن الصور، كيقول لكن الصور كان عالي، ما قالش لكن الصور كان عالي، ما قالش بكى لكن الصور كان عالي. شوف هذا عظمه ديال عبد الوهاب التكالي. فعبد الوهاب يعني انا قلت له واحد النهار اتحداك عبد الوهاب باش تقول لي كيفاش تلحنت هذه القطعه. ثم دار واحد المقام بياتي اول واحد في العرب باش دار ذاك بالطريقه ذاك الاسلوب ديال البياتي، ما عمر شي واحد ما داروا ما سبقوش هذا يا سلام. الله يطول لنا في عمره. انا كنموت على هذا السيد وكنقول يعني اتمنى حتى الجمهور يعني معجبيك في هذه القناه السي شاطير توا تعجبوا القطعه ديال كان يا مكان. نمشيو نسمعوا كان يا مكان ثم نعود اعزائي عزيزتي. يغني هراوي عمام فنان
بدي الكلام كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان أنا وحبيبي عشقين الاتنين مرع الغنم عايشين هانيين فوق المرج الخضر بالليل نباتوا سهرين نغني ونحلم والصبح نخرجوا متعمقين نحلموا بموسم الحصاد نجمعوا الصبر وخير البلاد نديروا عرس نولدوا ولاد هكدا حولنا كان يكبر وكان يا مكان كان يا مكان وفي يوم من الايام ولد شيخ البلاد على جواد وكان هواد شاف غزالي في الواد خطفها وزاد خلى دمعي عليها هواد ما قدرت عليها نصبر ليلة الفرح تألم قلبي وسال الجرح وكان اللي كان وقبل ما يطول الفجر تسللت للقصر وخطفت البدر ناوي بغزالي نهرب لكن السور كان عالي ولما قفز جوادي عطر شافونا الأهالي وتفضح السر أنا والخليلة نترجموا بالحجر بين يوم وليلة نفذ الأمر وماتوا العاشقين تعمقين لتني من أجل الحب ضحاوا وكانت عين كل عشقين على اللي بدفنوا بتنين
صبر واحد جنب النهر وبعد يومين على جنان بتتشجرة وصارها متشكين رخت الله وطلعت القبر ورضعت فني نبتو متعمقين بكين بالعين لونهم أحمر عصفر أخضر في كل فجر يجي زرنا عصفر أخضر في كل فجر يجي زرنا يغني حكايتنا ويدعيد الله لباني الفرد عصفر أخضر كل فجر غني حكايتنا ويدعي لله لباني الفر ومعالي يصبحوا العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة ومعالي يصبحوا العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة يرشوا المطر ما وحنا حنا وزهر يشعلوا شمعة يدفوا دمعة يغطيونا يغطيونا توب حرير لون أخضر ومعالي ينصح العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة ومعالي ينصح العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة يرشوا المطر ما وحنا حنا وزهر يشعلوا شمع يدفوا دمع يغطيونا يغطيونا تو حرير لون أخضر وما ليام صلحت حكايتنا ترويها العجايز للصبيان قبل ما تنام يغنيها راوي عما من زمان بلي الكلام كان يا ما كان كان يا ما كان كان يا ما سلام على الزمن الجميل وحنا كنتكلموا حاج يونس وهذه فرصه استغلوها باش لان معايا هرم هو طبيب اللي ممكن انه يشخص لنا اليوم المرض شنو وقع للاغنيه المغربيه اليوم حاج يونس بكل صراحه يعني بكل صراحه وقع هو كاين واحد يعني سوء فهم باش غنعطيك دابا اون اناليز دقيقه بغينا هاد الاناليز بغينا هاد كان سوء فهم حنا في المغرب داك السوء فهم اللي كان عندنا وهو انك بغينا الاغنيه الشبابيه ولكن على اي اغنيه شبابيه نتكلم هل والشباب المجنون والشباب المثقف والشباب المغربي لان كل ما نسمعه هو دخيل على الاغنيه المغربيه هنا نرجع الموضوع مصر زمان فنان كان رياض صنباطي محمد القصبجي كما الطويل احمد رامي الموجي كلهم فنانين كبار وام كلثوم قالوا الفو كي ان غوليف لازم يكون بديل حنا كبرنا لازم نعطيو للشباب فرصه ها يعني حنا مشينا نعطيو للشباب جاب واحد الشاب صغير اشنو سميتو عبد الحليم حافظ وجابوا واحد الشاب صغير اسمه
ماهر العطار، وجاب واحد شاب صغير اسمه كريم محمود، وجابوا شاب صغير اسمه محمد قنديل، وجابوا شابة صغيرة اسمها نجاة الصغيرة، وجابوا للآن باقي الآن قطاع ديالهم تحفظ عن 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 دار قلب. حنا كنقولوا أغنية شبابية، هاد الأغنية الشبابية هل تعمر؟ هل عمرت كما عمرت الأغنية القديمة اللي كانت الفن؟ الفن أنت تكلمتي على طبيب، قلتي كلمة طبيب سي سطير، الفن دواء يعني كالدوي، والفن الفن الفن واحد الرسالة نبيلة. الفن أي فن إلى ما تكونش جالس وكتسمع قطعة وتذكر اسم من اسمين من أسماء الله الحسنى، كتقول ما كتقولش أنت كتخرج بوحدها، كتقول عند استماعك لقطعة جميلة أو مقطع جميل كان عزفا أو لحنا، كتقول يا الله، أو الكلمة الثانية يا سلام. هذول اثنين جوج من 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 اسماء الله الحسنى، هذه الاغنيه. انا ما نبغيش اغنيه، وغنحكي لك غادي بنتي تدرس غادي بها من الدار البيضاء تدرس مدرسه العسكريه في فران، عطاتني شريط نسمعو، قلت يا بابا عملنا هاد الشريط نسمعوه. لما درت داك الشريط لقيت راسي غادي ب 170 كيلومتر في الساعه. علاش غادي ب 170 كيلومتر في الساعه؟ لان هذا النوع هذه الاشرطه كيمكن يتسبب عدد كبير اللي يتسبب في حوادث السير، لان القطعه فيها كل حركه طو 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 طو. انا باغي نهرب، فين غادي نهرب من وسط السياره؟ قلت لها بنتي تو فوا لا فيتاس باش غادي انايا جو فيها 170 كيلومتر اور، وملي كدير قطعه ما قطعه ديال هادشي اللي قلنا دابا ما يمكنلكش تمشي اكثر من 120 ملي كتسمع هذه القطعه. إذن راه كاين خطورة حتى في هذا النوع ديال القطع. صحيح، ولكن 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 الإشكال واش اللوم عليكم أنتوما اللي خليتوا أن هاد السراجم مفتوحين لكل من هب ودب، أم تغلبتوا وما عندكم ما ديروا، وأن القنوات التلفزية والإذاعات والإعلام ونفخ هنا ونفخ هنا هو اللي وصل الامر لهنا؟ انا سمعت في احدى التصريحات ديالك قلتي احنا تكلاسينا. الله هي اللي بغيت نقول، صحيح احنا فاقدو الشيء لا يعطي، احنا براسنا وقفنا. وسائل الاعلام ما بقاتش باغا الفنانين الكبار اللي كانوا، انا كنقول انا نقدر نكون انا يعني اخرهم درجه بالنسبه للفنانين المغاربه اللي دازوا اللي دازوا، ولكن علاش قلت لك خداو سوء فهم. يمكن جات عندك عندنا تلفزيون يعني عندنا فيها 8 القنوات، ولكن ما عندناش قناه مغربيه 100%، 90% مستورده من برا. واش المغرب ما يستاهلش يكون عندنا قناه مغربيه 100% خاصه للغنى؟ واش المغرب ما يستحقش قناه 100% خاصه للمسرح؟ هل واش المسرح ما عندناش مغرب؟ هل حنا كمغاربه ما نستاهلوش يكون عندنا قناه خاصه للسينما المغربيه؟ ما كاينش، كله مستورد، يعني الاتراك والسوريين كل, كل 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 يعني كل الافلام اللي هي كتباع القنطار، كانوا الافلام كيتباعوا الكيلو، دابا الافلام كيتباعوا القنطار، يعني رخيصه جدا يعني لا ضر الفنانين. والفنانين ايزون ايتي لي فريز ارتيست ايزون ايتي مارجيناليزي، يعني اصبح الان غير مرغوب فيهم. وحتى الا بغيتي تدوز سي شاطير، الا بغيتي دوز تيزيون مغربي باستثناء واحد جوج ديال البرامج تيزيون مغرب، دوز فابور لا تتقاضى ولا مليم، هما يتخلصوا هاد من هاد البرامج وياخذوا الاموال الطائله. كان الحلقه اللي كياخذ فيها 17 مليون 18 مليون كيجيبوا فنان ويدوز فابور واشهارات اشهارات انا لا مازال اشهارات كتاخذ القناه. انا كدوي دوك اصحاب البرامج ندوزو فابور، علاش غندوز فابور اسيدي؟ ما ندوش انايا، ما ندوش فابور نغسل داري وما ندوش فابور انايا. هذا هو المشكل عندنا حنا دابا في المغرب نعاني. ولكن بالنسبه لهاد الشباب كيقول لك احنا وصلنا الاغنيه اللي ما قدروش الرواد يوصلوها، احنا وصلناها للعالميه. انا مغربي ما كنعرف حتى القطعه ديالهم، انا مغربي ما كنعرف حتى شي قطعه ديالهم. كيقول لهم علاش الطياره وكاين مصيبه استاذي استاذي شاطير هاد سبحت الكلمة. هناك من يقول تساليت العالم وانا مشى ثلاثة ديال الدول كيقول تساليت العالم. العالمية شكون العالمي؟ العالمي راه هو مايكل جاكسون، العالمي هو فرانك سيناترا،
العالمي هي 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 أديت بياف، العالمي هو عمر شريف، العالمي هو أنطوني كوين. أنا هالعارك إلا بغي يقولوا عالميين، أنا ندي هاد اللي قالكم وصل الأغنية المغربية، ندي عير الموريتانيا واش غيعرفوه، ولا ندي عير هنا الإسبانية واش غادي يعرفوه. هاد الكلمة العالمية ولات رخيصة جدا. هذا اللي هو اللي خلى البعض يتنكر لكم، بل يخرج حتى في وسائل الإعلام ويقول وهذوك الناس كلا عليهم الدهر و... معلومه مش غادي تسمع منهم. انت كنت واحد منهم، انت كنت واحد منهم، واش غتسمع منهم؟ انا وانا باقي كنديفين دابا كنقول لهم ما كاينينش، ان اكزيست با، وباقا محليفرا وكتغنى، باقي اللي صوتك بين عينيه كتغنى، باقي القمر الاحمر كتغنى، باقي القطاع اللي باقي مساك مساك يا اللي عقلي ما ينساك فين، باقا كتغنى يا بنت المدينه، باقا كتغني ايه عطيني قطعة الله يخليك، انا نتحدى مغربي حافظ قطعة لهذا، قطعة يعني كدو مي با الكوكوت بينيت، كوكوت بينيت امور كتاكل شي حاجة، كاين كتسمع يا قلت لك عندك خوك في 14 شهر تحطو 6 دراهم وجوج طاسات ديال 4 دراهم كذا وجوج دريكوة ديال القميجة وسكينة اللحم، هذا واش في نظرك هذا غنى؟ لا ماشي غنى، هذا غنى راه كاين هذا الشيء. حنا الاناشيد ديال زمان كانت عندها قيمة. اسماء المنور قالت بانك انت بغيتي تجبرها على انها تبقى في الاغنيه العصريه او في الاغنيه الكلتونيه. هذيك السيده يعني حقيقه ما تستاهلش نتكلم عليها في هذا البرنامج، لا تستحق، لان انا من صنعتها ولو انها تنكرت، ولكن مش جبت لها كيقول لكم يدير لي، جبت لها الدليل باللي كانت بدايتها اول فرانك خذاته من عندي. هذيك السيده قالت لك ما بغاش تغني ام كلثوم، بغات تغني قطعه ديالها، واما احسن ام كلثوم ولا باغا الحمام باغا نديرو في داري، اما احسن باغا الزين نديرو في داري قدام هادي عملت دابا سهره لوحدي ام كلثوم، خص الناس يراجعوا نفوسهم. اعطيني قطعه اللي كتغني اسماء منور محفوظه، وهران ماشي ديال احمد وهبي، اش نقول ديال القيصر، هذيك شنو كتغني؟ شنو عطاتنا هذه كاع اسماء اللي كندوي، شنو عطاتنا اللي كتحفظ؟ الا ما كانش المغني القطعه ديالو كيتغناو في العراس ضرب راه يمشي في حاله يبدل الحرفه. انا اول مره كنتكلم بعد يعني بعد العصبيه شويه، لان غير على الفن داكشي اللي بغيت نبدل ثاني شويه الجو ونخليك ترتاح. لا معليش نطلب اقتراح ثالث، لانه انا ما بغيتش نكون انا اللي كنختار الاغاني. نعم. وانا معايا هرم كبير. لا العفو، بغيت اغنيه ثالثه يستمتعوا بها المستمعين اليوم في هذه السهره هذه. اغنيه ثالثه يعني كتعجبني قطعه ديال ما تقشي بي عبد الهادي بالخياط. يا سلام ما تقشي بي. نمشيو نسمعوها ما تقشي بي، ورجعوا اذا ثلاثة ديال الاغاني من اروع ما كيتغنى هما غنوا الحان حسن القضميري. حسن القضميري الذي اعتبره يعني بليغ حمدي المغرب. اذا نمشيو حنا نسمعوا القطعة ونرجعوا بالصوت.
ما عنده ثقة فيا ما تقشي بيا ايش نعمل ما تقشي بيا علاش علاش يكذبني واش ما عنده ثقة فيا وانا حبي انا واضح وباين واضح وباين انا حبي يا ناس واضح وباين واضح وباين وضوح الشمس في نهار جميل واضح وباين واضح وباين وضوح الشمس في نهار جميل واضح وباين واضح وباين طير بيا مسافر بيا طير بيا مسافر بيا ما عارف لين ما عارف لين وانا حبي يا ناس واضح وباين واضح وباين انا حبي يا ناس واضح وباين واضح وباين وضوح الشمس في نهار جميل واضح وباين واضح وباين وضوح الشمس في نهار جميل واضح وباين واضح وباين طير بيا مسافر بيا طير بيا مسافر بيا ما عارف لين ما عارف لين حب وقدر حب مكتوب حب وقدر حب مكتوب ماشي بيديا ماشي بيديا حب وقدر حب مكتوب حب وقدر حب مكتوب ماشي بيديا ماشي بيديا ما تخشي بيا اش نعمل ما تخشي بيا علاش يكذبني واش ما عنده ثقة فيا ما تخشي بيا اش نعمل ما تخشي بيا علاش يكذبني واش ما عنده ثقة فيا وانا حبي يا ناس واضح وباين وضح الشمس في نهار جميل واضح وباين وضح الشمس في نهار جميل واضح وباين علاش يكذبني وعلاش ما تخشي بيا ودمع
انا قصيد قليل درامو شردني غربني ويلي فين الداني تطويفة مطوفني شحال قتلني وشحال حياني درامو شردني غربني ويلي فين الداني تطويفة مطوفني شحال قتلني وشحال حياني إلا كان الحق أنا قلت قلبي ولساني غادي نبقى نقولو ديما ونعودو تاني ونعودو تاني إلا كان الحق أنا قلت قلبي ولساني غادي نبقى نقولو ديما ونعودو تاني ونعودو تاني تيهديه الله حتى يهديه الله تيهديه الله ويرفق ويحن عليا وانا حبي يا ناس واضح وباين وضح الشمس في نهار جميل واضح وباين وضح الشمس في نهار جميل واضح وباين وعلاش يكذبني شاهد ما زورته المخبي في القلب انا كبرت وقلت صفا صفي والله شاهد ما زورته شكون سمعني وفهمني ها وداها فيا شكون سمعني وفهمني كن سمعني وفهمني هاوداها فيا شكون سمعني وفهمني هاوداها فيا وانا حبي انا واضح وباين وضح الشمس
في نهار جميل واضح وباين وضح الشمس في نهار جميل واضح وباين علاش يكذبني وعلاش. أتمنى أنكم كتستمتعوا معنا وأكيد أنكم كتستمتعوا معنا لمن القطاع الغنائية اللي اختار لنا هاد الليلة فنان ديالنا الكبير حاج يونس أو هاد الجلسة الرائعة الجميلة المتميزة كما قلت في البداية متميزة بحضوره متميزة بهاد العطاء وبالعودة كذلك إلى الجذور إلى الأصل إلى الجميل في الأغنية المغربية. كيحضر معنا كذلك أستاذنا الكبير اللي غني عن التعريف عند كل الجمهور ديال بلجيكا الأستاذ عزوز الحوري. قبل ما تعزف لنا أستاذي مرحبا بكم مساء الخير. الله يبارك فيك وأنا سعيد بهذا اللقاء في حضور هرم وأستاذ من أساتذة المغرب الكبار اللي تمثلوا. هذا اللي بغيت أنا بغيت شهادة في حقه ولكن تكون شهادة يعني خارج من قلبك إذا كان فيها شوية بغيتي كان فيها شي انتقاد ولا شي حاجة نقولوها لوم عليه غنقولوا لوم غتقولوا يعني قولها تفضل. اليوم 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 هذا اليوم أنا بالنسبة لي كعازف عود شاب في هاد في حياة الأستاذ الحاج يونس فغادي نكون يلاه سنة من سنوات اللي قداه هو في هذا المجال وبحكمته بحكمة ديالو طلبة ديالو الحمد لله مغنيين المغرب. فالأستاذ الحاج يونس مثلا نجاملوش في هذه الكلمة غادي نقولها صادق العمود الوحيد اللي بقى في تاريخ الأغنية المغربية والعازفين المغاربة الأكاديميين حيت عندنا عازفين كما عندناش عازفين أكاديميين. فالأستاذ الحاج يونس يعتبر مدرسة قائمة الذات من حيث التكنيك أغلبية العازفين الكبار ما وصلوش التكنيك ديال الحاج يونس وتنقولها بكل احترام لأنه تتلمد على فارس من فرسان آلات العود اللي هو الأستاذ أحمد سليمان شوقي رحمه الله وهذا عرفان من الأستاذ الحاج يونس أنه يكمل طريق هذه المدرسة ويتحمل العناء ديالها بوحده لأن ما عندناش عشرة حاج يونس عندنا واحد في العالم العربي ماشي في المغرب ويكفي أنه تمثلنا في كل أقطار العالم بعوده برناته بنبراته تسمع بوكو دولوسيا تسمع فريد الأطرار تسمع تبارك الله سماعية تاتيو تسمع الإنسان عنده حديقة موسيقية كبيرة تستقي منها كل ما بغيتي بشاريف أدوار تقاسيم لونغات أغاني ألحان ديالو تبارك الله للوطنية اللي كانت تتعجز بعض الفرق الوطنية للفيلارمونيك ولا الجوق الوطني يعملوا معاه لأنه تأخذوا وقت كبير في الحفظ لأنه كانت دراسة موسيقية في العمل ماشي كي قال قبيلة مع احترامي قدروا نسرق له هذه الكلمة ديال الكوكوت منيت كان أن الرجل تجلس يحب في نفسه 6 شهور 7 شهور في عمل فني ماشي يخلد العتاب الأستاذ ديالنا هو كونه ما خلاش لنا واحد المؤلف يحط فيه التكنيك ديالو لأن احنا متعطشين أكثر للتكنيك ديال الأستاذ حاج يونس وربما راه كيخدم عليه باقي ما بغاش يقول كابنه ولا كأخ ديالو الصغير تنترجاه وتنطلبوا من هذا المنبر باسم العرب كلهم لأنهم تسمعوا الأستاذ حاج يونس تكنيك كبير تنتمناو يخلي لنا واحد الأداة من أدواته نشتغلوا بها ويشتغل بها الجيل اللي جاي ان شاء الله غادي نسمعوا شي عزف. العفو استاذي انت تستاهل كل خير استاذي تستاهل كل خير عزف لنا شي حاجه في حضور الاستاذ صبعني ما بقاش عندي يعني صبعني استاذ انا بحكم مسميني ابو الرصد غادي نعمل له رصد ونتمنى انه يليق بالمقام ليلك فرصد نتمنى انه يليق بمقام الاستاذ اذا طال ليلك اذا صال ليلك فرصد وحنا الليله ديالنا طويله ما شاء الله سير سيدي حنا نرصدو سيدي
غادي نرجعوا كذلك باش سيدي عزوز انت درتي شهاده في حاج يونس وغادي ناخذوا شهاده انت من عند حاج يونس في حقك ولكن نرجعوا بعد هذا الفاصل. Let's go.
ذكرتني بدموع عيني الله يسامحك وخبرني الله يسامحك وخبرني الله يسامحك وخبرني
نرجعوا إذن أعزائي أعزتي لسهرتنا الفنية الرائعة الجميلة بحضور أستاذ حاج يونس في هذه الليلة الرائعة الجميلة. قبل ما ننتقل لجوج ديال النقط وحنا كنقربوا من ختام هذه الجلسة اللي دازت بسرعة في الحقيقة، عندنا فنانين في المهجر في الغربة، وشاءت الظروف أن يكون معنا أستاذ عزوز الحوري حاضر. لما أستاذ كبير كيجي ويزور دولة من دول من أوروبا، مثلا أنت الآن معنا في بلجيكا، كتلقى في الغربة رجال باقين محافظين على أصالتهم، محافظين على هويتهم، هزين الهم ديالها، ربما كي يبرد داك الحرقة اللي عندك وديك الأعصاب ديال القبيلة اللي أكيد أنا كنقول الحمد لله، يعني المغرب يتوفر على رجال، المغرب كيتوفر على الناس اللي كيحبوا هذاك البلد الوطن، الناس اللي اللي مستعدين يعطيو ارواحهم يعني على العالم المغربي اللي عندنا هنايا وعلى بلدكم على وطنهم. انا كنقول مهما هاجر المغربي، مهما هاجر بلده، مهما طال الهجرة، فكيبقى الهوية المغربية دائما. وانت كتشوف دابا استاذ طبعا السي الحوري دابا اش دار، بقى محتفظ الاصاله ديال العود. واش قال لك؟ قال لك غادي ندير مقام رصد ويسموني بالرصد. الرصد هذا مقام، يعني بغيت نفسر لكم هذا المقام والمقامات، ولكن اظن الوقت لا يسمح لذلك. هذا الرصد اللي كنعرفوا هو كيقولوا اذا طال ليلك فارصد، لان ملي كتدخل هذا المقام، مقام يعني لون. كيف دابا كاين الالوان، الصفر الاخضر الاحمر الشيبي الليموني الزيتي الابيض، عندنا حنا في المقامات الرصد السيكال بياتير، الالوان كتشاهد بالعين والمقامات كتشاهد تشاهد بالاذن، هذا الاذن. فهذا المقام، هذا الرصد اللي دابا السي الحوري، يعني صعيب باش تخرج منه الى كتي في الليل، باش تبدا تخرج مقام لمقام ثاني ما كتقتنعش تزيد تغير، وهي ضروري دير مقام سيل مارياج دو كولور، ونفس نفس كتنطبق المارياج دي كولور نفس اللي كينطبق تغير ديال المقامات. اذا السي عزوز يعني دار واحد الرصد، دابا لا تعطيه مقام اخر يديرو، ولا انا غادي ندير شي مقام اخر عاوتاني، صعب نديرو، خاصني ناخذ من عند ذاك الرصد ونشوف ربما يخرج شي مقام عاوتاني. ما شاء الله، يعني المغاربه كيفرحونا دائما. انا كنشوف مثلا كان نموذج قدامي الدكتور مهدي طريب اللي تبارك الله، اللي كنقول من فنانة، هي من الاخصائيين ديال الامراض الباطنيه سانغرو غاسترو اللي عندنا في هذا، ولكن انا سمعت الحان ديالو، هو طول حياته داز نهار داز داز. كيفاش جاتك الاغنيه اللي تقدم الوطني؟ سيتي ان ايفينمون بلادي، يعني سيتي ان ايفينمون بالنسبه اللي دارها هو انا بلجيكا، ولكن كيتغنى على بلاده، وزيد على ذلك تغنى يعني على الفريق الوطني في المغرب وجات في التلفزيون. اذا انت كتشوف هذا الطبيب اللي ما عندوش وقت يعني باش هذا، ولكن كتبقى ديما ديك 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 الذريعه، ديك الدورة ديالتها مغربيت، ديك الدورة ديالتها وطنيت، ديما كتكون كتبقى دائما كتخليك دائما تفكر. حنا الحمد لله المغاربة كثير، مادام انك جبتي لنا الوطن والحنين ديال الوطن، لابد نسمعوا اغنية وطنية، ونمشيو نسمعوا اغنية ديال يا ريت مهدي طالب، يا ريت يا ريت بلادي، يا ريت بلادي جميلة جميلة عجبتني بزاف، نمشيو نسمعوها يا ريت. الله يعطيك الخير. Oh,
أعود إليك أستاذي حاج يونس. يعني سؤال ديال سيدي عزوز الحوري سؤال مهم جدا طرحه، هو يعني كعتاب كلوم، واش إن شاء الله مع طولة العمر ديالك إن شاء الله يا ربي غتخلي شي حاجة للأجيال يتذكروك بها؟ كاين شي كتب، كاين شي إصدارات، كاين شي حاجة اللي يبقى فنان أو لا غير فنان يعرف أنه كان في واحد الزمان فنان كبير عبقري؟ كان يما حاج يونس، أنا سمعنا كان يما. أنا كان دوبني، فمع الأسف يعني ما عندناش تربة، ما باش من كيقول كيفو دنيا سيزار سكا بارتي سيزار، ما عندناش تربة، ما كاينش اللي اللي تقدر تخلي ليك أثار. أنا من يعني كاين في المغرب بعض الأحيان ما كنلقبتش آلتي في شي حفل أو في المغرب سنتين ثلاثة، ما كنعزفش في المغرب، ما كاينش. إذن هذا دليل على أن كاين لا حركة فنية عندنا في المغرب، باش ما نكذبوش على ريوسنا، ما كاينش. يعني كان عندنا مسرح تحيد الدرب، وأنا كنشوف دابا غريب الأمر هو أن كتبنا في الدار البيضاء أوبرا من أكبر أوبرات العالم غادا تكون، شكون غادي يدوز فيها؟ خصك تربي جيل، تربي فنانين صح، تربي تكون جيل قبل ما تبنى الاوبرا، وما عندكش اللي غادي يدوز فيها يعزف فيها ويغني فيها، ما كاينش غادي يدوزوا 10 فرق 12 فرقه نجيبوا فنانين نجيبوا برا. هادشي اللي كاين، حنا غادي نبقاو نجيبوا التلفزيون، القناه الاولى تجيب والقناه الثانيه تجيب والقناه الرابعه تجيب والخمسه تاخذ بعض الرابعه والرابعه تاخذ بعض المغربيه والمغربيه يعني تاخذ بعض الرياضيه. كنقتلوا الهويه المغربيه بزز منا، حنا اللي كنقتلوا الهويه المغربيه. لا انا كنقول لك، انا بالنسبه لي كنقول المسؤول على 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 على, 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 على الماس ميديا تاع المغرب. انا يعني هذا الشغل صراحة كان السي الإساري يعني يجلس واحد اللحظة واحد 24 ساعة في بيته، كيف كنديرو كتجلس كدير واحد ورقة وكدير مثلا ان وكدير او نيجاتيف ان وبي نيجاتيف بوزيتيف، اشنو كاين نيجاتيف واشنو بوزيتيف، اشنو عطيت المغرب وانا مدير عام القنوات ديال التلفزيون المغرب، اشنو عطيتها اللي هي سلبية اشنو ايجابية. كدار وما تقدوش 48 ساعه يصلح. حنا لا بالنسبه عندنا سمحنا ديال القطعه ديال كان يا مكان، ولكن واش هذا يمنع انك ما تخليش اصدارات؟ معلوم يمنع، معلوم يمنع، لان خصني نكون مليونير باش نخلي شريط ديالي انا يعني. والكل كتساعد، لا رغم انني انا رئيس لجنه الدعم ديال الاغنيه المغربيه في هذا هو اللي كنت باغي نقول. ايه انا رئيس لجنه الدعم، هذا اللي كنت باغي نقول. إيه؟ يعني كيفاش رئيس لجنه الدعم وما وما قادش انه توثق رئيس الاعمال؟ انا رئيس لجنه ديال الدعم ديال الاغنيه المغربيه، وعندنا اللي كنقول لك عندنا فنانين والله كنقول لك سي شاطر، ثق بيا واقسم على ان عندنا فنانين مغاربه دي جون اللي دابا قطعوا ملحنين كبار مصريين. كنسمع قطع داكشي خطير جدا، قطع جميله جدا. كنساعد كنعطي، كاين اللي كنعطيه 20 مليون ماشي كنعطيه من جيبي. كنساعد كنوقع على 25 مليون 30 مليون كداكشي. عمر شي قطعه ديال هادو دابا اظن السنه السابعه هما كيديروا الدعم، عمر جات شي وحده في التلفزيون بهاد القطع؟ اذا هذه جريمه في حق في الاغنيه المغربيه. شكون يوقف هذا الاجرام؟ شكون غادي يوقفوا؟ الرئيس المدير العام هو اللي توقف راسه. لكن هو اللي كان كيدبر على راسه ما يمكنش يوقف راسه. ايوا هادشي اللي قلت لك، اذا ما يمكنش نخلي شي حاجه. وكاين ناس ما احسن مني ما خلاوش، ما كاين عدد كبير. المغرب له تاريخ، له تاريخ قديم وعنده تاريخ حاضر وغادي يكون عنده هذا، ولكن هذا التاريخ اللي عنده الحالي راه ديك ديال طبيعي. اذا بالقتلات، اذا حنا غادي نبقاو الحاج يونس غادي نبقاو نشوفوا فيما مرض شي فنان، نتسناو السلطه العليا، نتسناو الملك هو اللي ياخذ بيدو، هو اللي يعالجه، هو اللي يداويه، هو اللي يعطيه ابارتمون فين يسكن، هو اللي هذه سي شاطر. على الاقل على الاقل كنشكروا صاحب الجلال على هذه الاشارات اللي كيدير. ولكن حتى لين عرفتي علاش؟ اولا انا هاد لين جميل، هاد السؤال هذو غادي نجاوبك عليه. انا كتعرف انا رئيس مجلس اداره التعاضد ديال الفنانين ديال المغرب كله.
هذه عامين ما جانا الدعم، الفنانين كيموتوا، الفنانين كيتقطعوا، وحنا انا جو سوي بريزيدون يعني كونسي دادمينستراسيون ديال لا ميتيو ناسيون دو سيس، وكنخدم بالمجان، كنتخلص جوني با دو سالير، وكنجي يوميا وكنضرب، وكنمشي عند وزراء بما فيهم الوزير الاول الوزير فلاني والوزير ولكن هذا انا من هذا من البر انا ما يمكنليش ما نشكرش واحد الوزير اللي كان ديال الثقافه اللي كان عندنا اللي داز يعني ديال اللي داز الاخر سمعنا ب 300 مليون الصبيحي وسمعنا ب 3 مليون ديال الدرهم عطى التعاضديه الوحيد اللي ساعد الفنانين. اذا حنا دابا في السنه الثانيه ولا ملي متخلينا الصندوق ديالنا ديال التعاضديه. اذا سي شاطير كنقول لك هذه الكلمه وحنا نحن مقبلين على اننا الصبيحي سميتو رغم انه دابا داروا له الشطبه يعني سيقوه. انا كنقول لك عطانا وصل معنا التعاضديه باش ينقذ الفنانين من الموت ونقذ الفنانين من ما يتلحوا في السبيطارات 3 مليون ديال الدرهم باش وصل معنا في سي الصبيحي. دابا دابا سنتين ماخدين ملي ما دخلش الصندوق ديال التعاضديه ونحن مقبلون على يعني نسدوا البيبان ديال التعاضديه والفنانين اللي يمشي الا من رحم ربه او لا لما كتدخل وكنطلبوا صاحب الجلاله لما كتكون شي قضيه خطيره كيتكلف به كيداويه. ولكن انا حنا كرئيس وكمكتب كنمشيو يعني حاجه اللي ما كيدوش كنبوسوا ايدين هذه الوزاره كنبوسوا ايدين بطريقه غير مباشره يعني كنبكيو عليهم ما كنبكيوش على حقنا حنا ما كنديوش علينا حنا كنديو كنقول لهم بعدا كنمشي للوزير قلت له سيدي الوزير هذا الاسبوع ماتوا لنا جوج الفنانين ما عندوش باش يديروا الدياليز وما عندوش باش يديروا لاشيميو ما عندهمش. انا كنطلب دابا كنطلب ناس كنمشي جمعيات باش يدونا لشي بوليس. ما كاينش نقابات الفنانين اللي كتخدم على هذا الشيء هذا سيدي؟ نقابات ديال الفنانين فين هي؟ هل هناك نقابات؟ اش داروا هاد النقابات؟ النقابات هما اللي خصهم يمشوا عند الرئيس المدير العام ديال التلفزيون كيقول له يا اما ديري يا اما غادي نوقفوا نهزوا اهل الامام الصور صاحب الجلاله ممنوع تخدم هذه القناه. ما كاينش اش داروا القناه النقابات كيجمعوا 3000 ريال او 1000 ريال منخرط كتنخرط اشنو داروا؟ الدور ديالها هي الاغنيه المغربيه تبان، الدور ديالها هي قناه تكون عندنا مغربيه وكل كينبتوا عندنا النقابات ديال الفنانين بقدر ما كتزاد نقابه سي شاطيري بقدر ما كتزاد نقابه فنانين بقدر ما كتزاد معاناه الفنان. هذا الواقع. حنا انا اسمح لي انا سي ما فاسون دو بارلي كنضرب حلقه ولكن غيره انا انا انا, أنا انا 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 من واحد الفصيله ديال الفنانين كنموت على الفنانين وكنموت عليهم وكنبغيهم وكنشوفوا والله كاين الفنان اللي ما عندوش باش ما نكذبش عليك كاين الفنان اللي ما عندوش باش يشري الدواء لولادو باش يعيش ما كاينش وكنبغي بلادي انا مستعد نعطي روحي على بلادي نموت على قبل بلادي ولكن اعطيونا حقنا حتى حنايا تحنا لان تحنا عندنا اولويات اعطيونا حنا ما عطيناش الاولويات اعطينا الاخريات وما تخليوناش بلاش نعاني يا صديق أشاطره في هذه المسألة. يكفي أن هذا الرجل هذا العمود هذا الهرم الفني الكبير أنه من وقته يسخر من وقته أنه يشرف على تسير واحد المؤسسة كبيرة تتهم الشأن العام المغربي ما ينسوش أنه تور مبدع فهو مخصو ياخذ بعين الاعتبار أنه خصو يخلي لنا سلف جيل من تكوينه لان هذا الرجل ماشي من كراسو الثقافه هي اللي خصها تسخر انا قلتها لك الحلقه اللي فاتت انا اطالب كل هيئه يعني المدنيه اللي باقي تعطاتك الفرصه انك تدعي نقدم نقدم العداله وزاره الاعلام وزاره الثقافه بدون استثناء وبدون حرج لانهم هما المسؤولين على الفساد في المغرب الفساد الثقافي والهويه المغربيه شنو تقصد مع احترامي للاساتذه الكرام اسمحوا لي ومن يشجعونهم كما قال غادي نمشيو نسمعوا أغنية وهذه المرة تكون أغنية شوية يا أنا أتمنى سي شاطري يعني طبعا أنا جالس أمامي كما كنقول أنا هرم أنا جالس أمامي جبل اللي هو سي شاطري يعني كلمتك مسموعة فين كاين ولكن أتمنى أنا بغيت نخليك الاختيار أنت تعطيني قطعة وأنت أنا عندي حق حاضر سيدي غادي نمشيو نسمعوا قطعة من القطع الرائعة الجميلة كذلك للأستاذ محمد الفويتح الله 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 يعني أستاذ محمد الفويتح يعني من بين الله
عمالقة وبين رواد الأغنية المغربية. نمشيو نسمعوها بسرعة ونرجعوا مستمعينا الكرام. الله الله. يا يخبر
ياك معدني ياك معدني ياك معدني ياك معدني ياك معدني لازم تسالو لازم تسالو لازم تسالو
كما قلت اعزائي عزيزتي، نتمنى انكم كتستمتعوا معنا في هذه الليله الجميله الرائعه اللي حقيقه غادي تدخل كما قلت في تاريخ هذا المسار الفني ديال سهره السبت، سهره أرابيل. ختام هذا اللقاء غادي نخلي لك كلمه توجهها للجاليه المغربيه ولكل مغترب، سواء فنان او مغترب مواطن مغربي حر عنده حب الوطن وغير على وطنه، من أستاذ ومن هرم كبير أستاذ حاج يونس. في دقيقتين لك الكلمة منك للمستمعين. الحمد لله، يعني احنا كمغاربة يعني شعب متماسك، شعب ما كينش اللي كيقدر يفرق بيناتهم، شعب يحب بلدي حتى النخاع. وانتم شفتوا اي تظاهره كتكون في المغرب الا ويقف يعني المغرب وقفه واحده. وحنا سعداء، انا ما كنقولش في الناس ديال المهجر، اقول ناس انا اسميهم سفراء بلدانا. هادو الناس، كل مغربي خارج بلده فهو سفير، وهاد السفير يعني يمثلنا احسن تمثيل. وكنتمنى على ان يبقاو دائما يعني سفراء يعني دون لو سونس بوزيتيف مزيان. وحنا كنتوحشوهم، وكان حقيقه وحنا متبعينهم. اللي كتقرا جريده وكتقرا كتقول عندنا فلان، هذاك فلان انه مغربي الاصل، وهذه مغربيه الاصل، وهذا مغرب الاصل. ما ينساوش على ان المغاربه كلهم بدون استثناء يفتخرون ويصفقون لهذاك الشخص مهما ما 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 يعني يعني كان في اي اعمال كان كيديروا، كان في ميدان طيب او الفن او 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 او. فحقيقه انا كنشكر يعني حقيقه استاذ شاطر هرم اللي عطاني فرصه باش يسمعني. يعني انا كنقول دائما انصارك سي شاطر اللي كيسمعوك وما كيبغيوك، وهذا دليل على ان عندك انصار كثار في هذه الاذاعه. وكنشكر يعني اذاعه أرابيل اللي عطاتني هذه الفرصه، طبعا في شخصيه سي شاطر. اذا وكون المغاربه رحنا كيف قال يعني حمد داك عبدو، حنا مغاربه مغاربه مغاربه، كنا رجال كنا مغاربه، حنا مغاربه، حنا رجال وحنا مغاربه. والجميل فينا وحنا عندنا داك واحد الجانب ديال حنا حلال على بعضياتنا. حنا مغاربه مغربي مهما كيتعصب غير كتشوف فيه ديك الشوفه ديال راني كنعتذر، كيندم على الشاف فيك هذيك الشوفه. وهذه ميزه عطاها لنا الله والمغرب باولياء الله اللي فيه، وناس اللي فيه طيبين وناس عمر ما يتخاف على البلد. وكنقول هذا البلد ديالنا الله يبعد عليها كل سوء، يبعد عليها كل مكروه يا رب، والله يحفظها لنا ويخليكم لنا انتوما اللي كتعطونا هذه الفرصه باش نشوفوا باش نسمعوا. انا بالنسبه لي ما كنهضرش مع الناس ديال هذا، انا بالنسبه لي كنشوفهم وأقبلهم، أقبل يد بيد كل من يعني من هو يمثل المغرب، كل مهما كان عمله ما كان، أنا أقبل يده وأقف إجلالا وتقديرا له لكل هاد الناس اللي كيشتغلوا خارج الوطن ونحبهم. الفنان الكبير الأستاذ طبعا والهرم حاج يونس، كنا سعداء جدا 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 في هذه الليلة الجميلة الرائعة اللي قدينا معك. تصفيقة حرة في الختام للفنان ديالنا، ونضرب موعد قادم اعزائي عزتي مستمعينا الفضيل، ونبقاو مع البشير عبدو احنا مغاربة. بها نودعكم على امل لقاء بكم السبت المقبل بحول الله. تبقوا على خير، ليلة سعيدة، الى اللقاء. أحرار مغاربة.
بلادنا وعلى بلادنا وعلى بلادنا وعلى بلادنا نبقاو بلا عمار على بلادنا نبقاو بلا عمار على بلادنا كلنا أحرار كلنا أحرار مغاربة تاريخنا الخالد هو الشاهد لمغاربة وصف الواحد تاريخنا الخالد هو الشاهد احنا مغاربة وصف الواحد تاريخنا الخالد هو الشاهد لمغاربة وصف الواحد تاريخنا الخالد هو الشاهد احنا مغاربة نساء ورجال أقوالنا التزام مع الأفعال مرفوعة وكلمتنا مسموعة ورايتنا مرفوعة وكلمتنا مسموعة وعلى العرش الخالي لامتنا مجموعة أحسن حالات البدا وأجلها وأجلها تواضعه للناس وهو رفيع ومزيك.com وأقبح شيء أن يرى البدا نفسه ربيع وهو عند العالمين و...